بالفعل حصل هناك اتفاق بين مركزيات النقابية واتحاد العام لمقاولة المغرب والحكومة على أساس زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجامعات الترابية، بالطبع للأطر التي لم تستفيد من أي زيادة خلال هذه السنة، خاصة قطاع التعليم الذي استفاد وفئة الأطباء. بالنسبة للزيادة بالطبع تهم هذه الشريحة ديال موظفي الدولة والتي ستبتدئ تحتسب ابتداء من فاتح يوليوز 2024 زيادة ديال 50% من هذه الزيادة هي 500 درهم. 500 درهم ستحصل عليها هذه الفئة في نهاية شهر يوليوز، بمعنى ستدخل في إطار الأجرة التي يحصل عليها موظفي وموظفات الدولة والجامعات الترابية والمؤسسات العمومية. والشطر الثاني غادي يكون في يوليوز 2025 بالإضافة إلى زيادة 10% موزعة على شطرين بالنسبة للقطاع الخاص، وبالنسبة للقطاع الفلاحي أي سميغ وسماغ موزعة على شطرين تنطلق ابتداء سنة 2025 5% و2026 5% المتبقية. لكن بالموازاة مع هذه الزيادة نقول صراحة بالنظر إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، الخضار والفواكه واللحوم بالإضافة إلى غاز البوتان الآن التي تمت القبول بالزيادة في سعرها بالإضافة إلى الزيادة في الخدمات كذلك، بمعنى ما نقول أن ما تقدمه الحكومة من زيادة بيد تسترده بيد أخرى عبر هذه الزيادة اللي هي كتعرفوا المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخدمات. لذلك نقول أنه الوضع المعيشي للمواطن المغربي يعرف تدهورا كبيرا جدا، خاصة أن اليوم الأجور مقارنة مع الأسعار هي كاين الفرق شاسع جدا، وتآكل الأجور بسبب هذه الارتفاعات اللي بالطبع الحكومة لم تعمل أي مجهود للحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة اليوم مرتفعة مقارنة مع العديد من الدول. اليوم في المغرب الضريبة على القيمة المضافة واللي كترفع كتزيد في ارتفاع الأسعار هي بالطبع ضريبة غير عادلة وتؤثر على الأسعار ديال المواد سواء المواد الغذائية أو السلع أو الخدمات. لذا نقول على الحكومة أولا ما تجهلش واحد الفئة واسعة من المواطنين وهم المتقاعدون والمتقاعدات وذوي حقوقهم اللي هملتهم في كل الزيادات التي طرأت منذ تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، تجاهلت وتناست المتقاعدين والمتقاعدات الذين أدوا خدمات جليلة لهذا الوطن. بالإضافة لقطاع الصحة، القطاع الصحة خارج هذه المعادلة الآن، هم داخلين في إضرابات ووقفات احتجاجية لأن وعدت الحكومة على أساس أن هذا القطاع خارج الوظيفة العمومية سيستفيد من زيادات ومراجعة أنظمة الأساسية ديال هذه الفئات أطباء ممرضين تقنيين وأطر إدارية، لكن تجاهلت هذا القطاع ديال الصحة اللي الآن داخل في إضرابات متواصلة ووقفات احتجاجية أمام مرأى ومسمع الحكومة التي تتجاهل حتى هذه الاحتجاجات ديال القطاع الصحة. لذا نقول أن طريقة تدبير هذا الحوار الاجتماعي وكذلك تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع كم للأسف لا زال لم يأخذ لا الحوار الاجتماعي طريقته السليمة ولا تحقيق ما يسمى بالعدالة الأجرية والعدالة الاجتماعية لتقليص الفوارق الطبقية في المغرب. كل ما يهمكم على أمواج